طيب بقي شيء؟ بقي نعم. كيف؟ نعم. يحرم إعطاء الزكاة لمن؟ لغني قوي مكتسب. نعم. الثالث آل البيت بنو هاشم ومواليهم، هؤلاء هم أهل البيت، أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم، وكافر هذا لا يعطى من الزكاة، لكن غير هؤلاء يعطون من الصدقة. نعم. يبقى معنا من؟ من تجب عليه نفقتهم، الوالدين والأولاد مثلا. وقلنا بعض الناس هدانا الله إياه ما يريد أن يخرج شيء للزوجة، يقول أعطي الزوجة وأعطي الأولاد وأعطي والدتي، فقراء يا أخي. قال والله فقراء، والدي اشترى سيارة بورش وعليه أقساط شهرية ولا يستطيع أن يدفع هذه الأقساط وكذا.